السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي مطبخ سيما. فيديو ديال اليوم غادي نتقاسم معكم فيه طريقة تحضير كيك ديسباسيتو البرازيلي، الكيك اللي دار ضجة هاد الأيام في مواقع التواصل وكذلك في اليوتيوب. جاوني إلي طلبات من متتبعات القناة وكنشكرهم بزاف، لأن هاد الكيك هذا الصراحة اللي كيجربو كيولي عنده إدمان، لأنه كيك رائع ومذاق لذيد بزاف. وكذلك غادي نقدم لكم انا بواحد الاضافه كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، لانها كتعطي لهذيك لاموس وهذاك الكيك كتعطيه واحد الخفه وواحد الطعم لذيذ بزاف. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبعوا معي الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا كل المراحل والنصائح باش ان شاء الله تحصلوا على واحد الكيك وواحد لاموس اللي هي ناجحه بحول الله. اول حاجه غادي نبداو بها بسم الله وهو تحضير الجينواز، اللي غادي نحتاجو ليها جوج ديال البيضات، كيس ديال خميرة الحلويات، 100 غرام ديال السكر الخشن، عندي 80 غرام ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، وكذلك 20 غرام ديال الكاكاو. دوزو دابا على بركة الله طريقة التحضير. كندير البيض في الخلاط الكهربائي وكنضيف عليه السكر الخشن اللي سبق لي وضفت عليه سكر فاني، وكنخلط هاد المكونات كنخفقهم حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون مضاعف ويكون اللون ديالو فاتح. من بعد كيف كتشوفوا كناخذ الكاكاو كنضيف عليه وكذلك الدقيق الابيض وخميره الحلويات وكنغربل كل شيء فوق الخليط ديالو، وغادي نمزجهم انا غير بالخلاط الكهربائي، ما غنحتاجش ندير سباتول، ولكن ما غاديش نمزجهم بزاف حتى نخرج هذاك الهواء اللي حصلت عليه في اثناء عمليه الخفق. من بعد كناخذ واحد الاطار، هما في العاده كيديروا اطار كرتوني، ما انا درت اطار اللي كيدخل العائلي اللي كيدخل الفرن. كندهنو بالزبدة وغادي نوزع عليه لاجينواز، ندخلو الفرن 12 إلى 15 دقيقة، هذيك هي مدة الطهي، ولكن دائما المراقبة كنديرو واحد كيغدون لسكين وخاصو يخرج ناشف. من بعد كنكون موجدة واحد الكاس ديال الحليب دافئ باش يدوب ليا فيه الكاكاو، كنضيف عليه 3 المعالق صغار ديال الكاكاو الحلو يعني نسكويك ولا اللي كنفطرو به، وكنمزجهم جيدا وكندير واحد الثقوب في الجينواز وكنسقيها بهداك الحليب، كنسقيها جيدا شويه بشويه حتى كتشرب ليا هذاك الحليب، وكنحتفظ بها جانبا وكندوز نوجد الكريمه لاصوص كراميل. بالنسبه لاصوص كراميل غادي نحتاج ليه في المقادير 60 غرام ديال الكريمه السائله، عندي 100 غرام ديال السكر الخشن، 30 مللتر ديال الماء، 14 غرام زبده بحراره الغرفه، الفانيليا وراس ملعقه صغيره من الملح تقريبا 1-3 غرام. غادي ندير السكر الخشن مع الماء وغادي نديرهم على النار على عافية مهيله حتى نحصل على داك الخليط ديال الكراميل. ما تحاولوا ما تحركوش، غير هزوا الكاسخوله هكا بيديكم حتى تحركوها غير بيديكم. من بعد كنزولهم على النار ملي كنحصل على كراميل، كنبدا كنزيد عليه كريمه الخفق وانا كنمزج، غير اون فوا نزيدها كنرجع كلشي على النار وكنستمر في التحريك مده واحد دقيقه باش كيذوبوا ليا كاع الشوائب ديال السكر وما كنبقاش عندي فيه قطع ديال السكر ما دايباش. من بعد كنضيف الزبده وكذلك كنضيف الملح والفانيليا وكنحرك جيدا هاد المكونات حتى كينسجموا ليا، وهنا حصلت على صوص كراميل. كنوضعها جانبا ونخليها حتى تولي ليا دافئه بحراره الغرفه. فهاد المده هادي غادي ندوز باش نطلب 360 غرام من كريمه السائله ديال الشانتيي، كنطلبها جيدا حتى كيضاعف ليا الحجم ديالها، ماشي تولي سميكه بزاف لانني ما غنزل نزيد لها صوص كراميل دابا ملي بردات، فما خاصنيش تكون عندي القوام ديالها سميك باش تستطيع هذيك لاصوص كراميل تذوب ليا. صافي غادي نكمل لها الخفق ديالها دابا حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون واقفه وكتكون لاموس ديالها ثقيله. من بعد ما كنحصل على كريمه كيكون القوام ديال سميك كناخذها وكنوزعها فوق الكيك اللي كيكون تشرب ليا هذاك الحليب، يعني ملي كنحط عليه يدي ما كيسقش ليا في يديا هذاك القشره الفوقانيه ديالو. صافي وكنضيف عليها الكريمه كنوزعها جيدا وكنسويها بالسباتول، وغادي ندخلها للثلاجه على ما نوجد لاموس شوكولا اللي هي الطبقه الاخيره. بالنسبه للاموس شوكولا فغادي نحتاج لها في المقادير، عندي 50 مللتر ديال الحليب مع 250 مللتر ديال كريمه الخفق السائله، نصف ملعقه كبيره من سكر بودره الناعم، و100 غرام من الشوكولاته السوداء. بالنسبه لكريمه الخفق حيت كتسولوني على الانواع اللي كنستخدم،
فانا كنستخدم هلالة. وبالنسبة للشوكولا فانا استخدمت اكبيل، هادي بيستوبيل، هادو هما الانواع اللي استخدمت. كنبدأ اولا بخفق الكريمة الباردة مع اضافة السكر الناعم حتى كنحصل على داك القوام اللي كيكون متماسك. كنحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة، وكناخذ الحليب كنضيف نديرو في كاسرول وكنديرو على النار حتى كيسخن. من بعد كنضيفو الشوكولا وكنبدا كنمزج في هاد المكونات حتى كدوب ليا الشوكولا جيدا. مساله مهمه، الا الشوكولا شتوها ما دارتش لكم فديروها في حمام مائي او الميكرووند حتى كدوب لكم كاع الطرفات ديال الشوكولاط، ما يبقاش عندكم شوكولا باينه في الخليط. وواحد القضيه اخرى، الا كانت عندكم طرف كبير ديال الشوكولاط فحاولوا تحكوه. من بعد كناخذ هذيك الشوكولا اللي ذوبت حتى كتولي لي بحال هاد الغرفه يعني دافئه، وكنضيفها لهذيك الشانتيي اللي خفقت، وكنبدا كنمزج هاد المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه لهاد المكونات اللي كتبان لكم في الصوره فانا درت ضعف المقادير لانني احتاجيتهم في مساله اخرى، مي انا المقادير اللي عطيتكم هما المقادير المضبوطه باش تعمل لكم هاد الاطار اللي القطر ديالو غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. من بعد كناخذ الكريمه وكنوزعها جيدا على الكريمه ديال الكراميل، كنبقى كنسوفها في السباتول حتى كنقاد ليها الوجه ديالها. من بعد خديت شوكولا درتها في دوبتها مع داني شوكولا ودرتها في السورينغ، وهي اللي بقيت كندير بها خطوط عشوائيه فوق الكيك، يعني التزيين كيبقى كل واحد على حسب اللي متوفر عنده في البيت ديالو صافي. وكناخذ واحد الكيودون كنبقى كندير هذوك الخطوط اللي كيكون واحد عكس الاخر باش كان يجي فحال داك الشكل ديال الملفاي من الفوق. المهم قلت لكم تزيين، يعني تقدروا ديروا طبقه مقرمشه في هذاك لاصوص كراميل، تقدروا قبل ما ديروا لاموس شوكولا ديروا القرقع ديروا المكسرات، يعني كيبقى على حسب المتوفر عند كل واحد. كنتمنى فعلا وصلتنا الاعجاب ديالكم لان جات لذيذه بزاف والمذاق ديالها رائع، والا جربتوها انا اكيد غتولي عندكم ادمان لانها صراحه مذاقها رهيب، وخصوصا مع هذا لاموس ديال الكراميل. فبالنسبه للناس اللي غادي يسولوني على الكريمه السائله علاش ما درتش كريمه بودره، فتقدروا تعاودوا بالكريمه بودره، غير انا الكريمه السائله كتجيني اقتصاديه لانني كناخذ واحد اترو مثلا ب 35 درهم، وهو اللي كنحتاج لان نضيف عليه الحليب ولا شي حاجه، وكان خصوصا هو لا كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون سميكه. فكندعوكم الى كانت اول مشاهده لكم القناه تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناه بحول الله، وكذلك بارطاجيو الوصف المعارف ديالكم واصدقاء وضغطوا على زر الاعجاب. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.